السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. سؤال يقول: ذكرتم البارحة أنه يحكم بطهارة المطاعم والمقاهي في البلاد الغير إسلامية، فهل يجوز أيضا الأكل منها أم لا؟ ذكرنا البارحة بمناسبة سؤال عن الطهارة والنجاسة، وقلنا على أنه عندما تدخل أي مطعم أو أي مقهى في بلد غير إسلامي فتحكم بطهارة الأواني واللوازم الموجودة، إلا إذا كنت تعلم علم يقين بأن هذه الأواني أو هذه الأدوات قد لمسها الكافر بالرطوبة المباشرة، بالرطوبة ماذا؟ مباشرة. وطبعا المقصود بالكافر الكافر الذي لا يحكم بطهارته عند الفقهاء، وهو الكافر الغير كتابي، كفار الغير كتابيين اللي هم أساسا ملحدين أو لا يؤمنون بأي ديانة أو يؤمنون بديانات غير سماوية مثل السيخ أو البوذيين أو إلى آخرها. هؤلاء طبعا يحكم بنجاستهم. أما بالنسبة للكفار الكتابيين كالمسيح والنصارى واليهود، هؤلاء يحكم بطهارتهم عند المشهور عند الفقهاء خصوصا المتأخرين، كلهم يقولون بأن الكتابيين يحكم أنها طاهرة، أن الكتاب طاهر. زين، فعلى هذا الأساس أنت تحكم بالطهارة كما أشرنا تفصيلا البارحة، إلا إذا علمت بأن هذا الكاس أو هذا الصحن قد لمسه الكافر غير طاهر. أما بالنسبة للأكل، أكل الطعام، إذا كان الطعام لا يحتوي على اللحوم، زين، يعني من النباتيات مثلا أو نشويات أو غيرها، هذا طبعا يجوز الأكل منها، لكن ليس في إشكال. إنما إذا كان الطعام يحتوي على اللحوم التي يشترط فيها الذكاة الشرعية، كما تعلمون هناك حيوانات يجوز أكلها ولكن بشرط أن تذكى التذكية الشرعية، كالبقر، كالغنم، كالإبل، كالغزلان، كالدجاج وإلى آخرها، وهذه عادة تذبح أو تنحر بالنسبة للإبل. وعندنا أيضا السمك أيضا يجوز أكله إذا ذكي التذكية وذكاته إخراجه من الماء حيا. زين، بالنسبة للسمك هذا يجوز أن تأكله إذا اطمأننت بأنه أخرج حيا، سواء كان المخرج مسلم أو كان المخرج كافر، ماكو مانع. حتى لو كان اللي أخرج هذا السمك كافر وغير كتابي، لنفرض بوذي سيخي ملحد طلع هذه السمكة ولكن أخرجها حية، ماكو مانع، يجوز أكلها من حيث التذكية الشرعية إذا لم يلمسها طبعا بالرطوبة. أما إذا لمسها بالرطوبة طبعا لا، معناه نجسها، ما يجوز أكلها باعتبار أنها نجسة، لا باعتبار أنها غير مذكات. فإذا السمك يجوز أكله إذا اطمأننت بأنه أخرج حيا، وحسب القرار الدولي على أنه يمنع قتل الأسماك داخل المياه كما هو المعمول به عند أغلب الدول بأن تحظر قتل الأسماك داخل الماء، هذا القرار الدولي يوجب عادة الاطمئنان، يوجب عادة الاطمئنان بأن الأسماك حتى المستوردة من الدول غير إسلامية أنها مذكات تذكية شرعية لأنها لم تقتل داخل الماء. نعم، إذا علمت بالعكس أو علمت بدولة بخصوصها أن هذه الدولة بالخصوص لا تطبق هذا القانون وتسمح بقتل السمك داخل الماء، هذا طبعا لا يجوز أكل السمك منها. إذن أكل السمك ماكو مانع، إذا دخلت مطعم وجابوا لك سمك يجوز أن تأكله، ولكن بشرط
أن تعلم أن للسمك فلس، أن للسمك ماذا؟ قشور، يعني من ذوي القشر وذوي فلس، نوع من أنواع السمك اللي عادة يتكون على جسمه نوع من الصفط مثل ما نقول إحنا، مثل هامور، مثل شعري، مثل حمام، مثل شنعد، مثل خب أنا ما بقعد أذكر كل أنواع السمك، ما عارفة كلها. فعلى كل حال إذن السمك اللي من اللي لا قشرة هذا يجوز أكله، أما اللي ما إلى قشور لا يجوز أكله، فالسمك محلول قضيته. كذلك بالنسبة للربيان بعد هذا بطريق أولى، أن الربيان يجوز أكله، أما بالنسبة لأم الربيان لا، أم الربيان اللي يعرفونها أم الربيان هذا لا يجوز أكلها، وليست هي من فصيلة الربيان، وهي كان سموها من الربيان، وليست أيضا من السمك، فلا يجوز أكلها. أما بالنسبة للحوم غير السمك، لحم مثلا، حيوانات أخرى، طبعا إذا كنت تعلم هذا اللحم بعينه شنو نوعيته، خب تحكم على النوعية أولا، أن هذا اللحم هل هو من اللحم المحلل أو من اللحم المحرم. واللحم المحلل هنا يأتي أن أنا أعرف أن هذا اللحم غنم أو لحم بقر أو لحم إبل، هل يجوز لي أنا أكل هذا اللحم إذا كنت في مطعم في بلد غير إسلامي؟ يجوز إذا كان صاحب المطعم مسلم، يعني إذا كان هذا المطعم منسوب إلى مالك مسلم يجوز لك أن تأكل من اللحم الذي يقدمه، ولا يجب عليك أن تسأل مثلا تقول له هذا اللحم وين ذابحة وين جايبة. مثلا خذ مثال دجاج، مو واجب عليك تسأله تقول له هذا الدجاج منين جايبة منين ذابحة، خلاص ما دام هو مسلم يجوز أن تأكل من مطعمه من دون سؤال. زين، مثل الآن بعض المطاعم في بعض الدول في بريطانيا وغيرها بلد كافرة، لكن هذا صاحب المطعم مسلم، جزائري أو ليبي أو تونسي أو مغربي أو مصري أو إيراني أو أو، فتدخل عنده على أنه مسلم، هو ممكن أن تأكل من عنده من دون أن تسأل عنه. وكذلك إذا ذهبت إلى سوق المسلمين، مثلا الآن تروح الهند، الهند ما تعتبر دولة إسلامية، ولكن هناك أسواق معروفة بأنها أسواق مسلمين أو أحياء معروفة بأحياء المسلمين، خلاص مجرد أن تدخل هالحي أو هذا السوق ما يشترط بعد أن تعرف أن صاحب المحل مسلم أو مو مسلم، ما يشترط ولا يجب عليك أن تسأل، خلاص ما دام دخلت سوق المسلمين وحي المسلمين يجوز لك أن تأكل أيضا من أي مطعم موجود داخل حي المسلمين وتحكم بحليته. وكذلك بقية الدول الأخرى إذا كان فيها سوق مسمى ومعروف ومشهور بأن هذا سوق المسلمين أيضا لك أن تحكم بحلية الطعام والأكل، فضلا عن البلدان الإسلامية بعد. أما البلد الإسلامي اللي معروف أنه بلد إسلامي وإن كان فيه بعض غير المسلمين لا، أيضا هذا بعد يجوز. أفرطوح تركيا، تركيا هم خليطة فيها مسلمين وفيها غير مسلمين، لكن هي رسما شو تعتبر؟ دولة إسلامية. إذا بالنتيجة يجوز أن تأكل من مطاعمها من دون أن تفحص، مو معنى أن الفحص حرام ولكن غير واجب، جائز شرعا أن تأكل من المطعم وتحكم بالحلية، وهكذا بقية المطاعم. إذن بالنسبة للأكل يختلف عن الطهارة، الطهارة نقول الأصل كل شيء لك طاهر، أي مكان تدخله إذا لا تعلم بالنجاسة تحكم بالطهارة، أما الأكل لا، ما نحكم بالحلية المطلقة إلا في ضمن ما ذكرته لكم، إذا كان البائع مسلم فحلال، أو كان المطعم في سوق وحي المسلمين أو في البلاد المسلم هذا يجوز، أما في غيره طبعا لا يجوز. أحد عنده سؤال في الموضوع؟
إذا كان في بلاد إسلامية وكان بالذبح بالماكينة أيضا، لأن الذبح بالماكينة أيضا يجوز إذا توفرت بقية الشروط، لأنه ما يشترط الذبح إلا باليد. المهم أن يكون الذابح مسلم وأن يذكر الله عند الذبح، فهذا يكفي على كل حال. وإذا رأيت يعني مسلخ بالماكينة في بلد إسلامية وتشك أن ذبحه صحيح أو غير صحيح، تبني على صحة الذبح وتحكم بحلية وتحكم بالتذكية إلى أن تطمئن بأن الذبح غير صحيح. يعني الأصل هو ماذا؟ هو التذكية. نقول إذا كان هذا المسلخ يذبح دجاج أو يذبح غنم أو غيره وشككت أن ذبحه صحيح أو غير صحيح، فأنا أحكم ماذا؟ بصحة الذبح. إلا إذا علمت بأن والله هالمسلخ الفلاني زين ذبحه غير صحيح شرعا، نعم لا يجوز لي أنا أكل. أما إذا أنا ما أعلم، الآن مثلا أفرض الآن عندنا هنا الآن في البلاد عدة مثلا مسالخ تذبح الدجاج، خو أنا ما أعلم بأن كيفيتها، لكن يجوز لي أن أحكم بحلية الذبح إلى أن أعلم عكس ذلك. فالأصل هو الصحة وليس الأصل عدم الصحة في ذلك. زين، ما يشترط بالنظر، ما يشترط بالنظر، حتى بالسمع إذا نقل لك نقل موثوق، يعني أحد الثقات نقل لك بأن ذبحهم غير صحيح، نعم. أما إذا مجرد إشاعات ونقل غير صحيح لا يعتمد عليها. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله عليه وسلم.